طلعت اخر واحد ها باقي فلاح وباقي ضاري وباقي ضاري علي رفقه يا فلاح بدي يخصم عليك ايش شوف فلاح والله اني اخصم عليك لسه عم تقول هدا ارحب الله الاستايلات عليك بطلة يعني. عشان تعرف من اول مفترض انك تلبس والحركات انا دي. والله عندي اطقم بس ما ابغى البسها في الخليج ابغى البسها في اوروبا عندك اطقم ها؟ اي نعم عندك اطقم ما تبي تلبسها الا في اوروبا نعم جاوب على السؤال بارك الله فيك اي سؤال ما سالت يلا السؤال على الشاشه يقول شو يقول؟ يلا السؤال على الشاشه يقول محمد ناصر اصبر اصبر تعال تعال من هنا خلنا اقول السؤال ارجع ارجع السؤال يقول كم تبلغ المسافه بين منطقه تبوك ومحافظة العلا أكثر من 600 كيلو أو 300 كيلو طالع هنا بارك الله فيك طالع هنا يلا كم تبلغ المسافة خله خله والله إني ما أدري أصلا تبوك ذي وين المسافة بين تبوك ومحافظة العلا أكثر من 600 كيلو أكثر من 300 كيلو تبوك والعلا أي تبوك شمال أيوة في المنطقة الشمالية زين حلو العلا حولها ايوه كم اكثر من 600 هو ايش اكثر من 600 اكثر من 300 اكثر من 300 اكثر من 300 صح ايه الحمد لله اكثر من 300 للاسف يا محمد ناصر اجابتك صح صح الله لا لا انا حط رقم في راسي في 23 صح موجود 23 يا رب 23 اعتمد اعتمد 23 23 23 23 محمد ناصر انت تبي نقاط ولا تبي صراحة شوف انا بقول لك شيء انا فتحت لي مساحة وخذيت اراء الجمهور ايوه واهدوني نقاط نفس فقرة علي بالروية حلو وجمعت 2200 من الجمهور حلو يعني ما تبي نقاط لا بقول لك وخصموا منها 1000 الحين عاد بقى عندي 1200 لان عندي نقاط اي فالحين ابغى خصم تبي خصم نعم الف مبروك محمد ناصر هذا لا يحصل كل يوم ولا يحصل كل عام ولا يحصل الا في فقرة كم الرقم مع الاشخاص الجميلين يا محمد بن ناصر مع مشروعك البولينج طبعا ان شاء الله اول صاله بتفتحها في الاحساء ان شاء الله صح ليه تضحك عادي محمد ناصر اخصم اللي ضحكوا عليك هذول اخصم خذ ثارك منهم لانك بتخصم على ثلاثة كل واحد خمس الله 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 ليه وجهك كذا؟ خذ راحتك كذا عددنا 500 500 فلاح مبارات وين؟ تعال هذا 500 بعد ليه؟ خصمت؟ تكفى يا محمد اسمع اسمع يا محمد خصمت على فيصل؟ ممكن الجمهور يعطوني يعطوني تكفى يا محمد تكفى يا محمد رجه صبر خلنا نشوف عبود عنده 4000 مليون 4000 مليون عامر وش سويت انت؟ رجه هو اللي يتكلم هنا في سبيع ساعات رجه تكفى يا عامر على عامر بيض الله وجهك لما غصبت علي يلا لا هذولك اللي يجمعون النقاط خلف 500 اخرى لا ما خصموا عليك؟ لا سجع والله يا حميدك بخصم معهم خصم الحين 500 لا لا يلا 500 شباب شباب خلاص خلاص شباب شباب وعامر 500 الفلاح مخصوم عليك شيء قلت اليوم؟ اي 400 صح؟ 400 والان 500 على فلاح وبعد ابي اخصم فيصل ما عليك شيء اليوم صح؟ فيصل 500 نقطة خصم وخلف القحطاني 500
500 على خلف القحطاني. تكفى علمني.